السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم الأخوة والأخوات أصدقاء صالون الملتقى الأدبي. أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة في صالون الملتقى. نلتقي اليوم مع الكاتبة والروائية ريما الكمالي الصديقة العزيزة لصالون الملتقى لنناقش نوفيلا يوميات روز التي ما زالت قيد النشر، ويسعدنا أن نلتقي ثانية مع ريم المهتمة بالتاريخ لمنطقتنا عبر الأدب. فالنوفيلا الجديدة تسرد يوميات سيدة عاشت في تاريخنا المعاصر، تحدثنا عن حياتها وعن مجتمعها التي انتمت إليه. تتجول بنا البطلة روز في أحياء الشندقة وخور دبي ومنطقة أبو الهيل، تارة بصحبة عمها وتارة بصحبة زوجة عمها، وأكثر المرات بصحبة ذكرياتها ومتذكراتها التي كانت تحلم، التي كانت كالحلم الذي عاشت فيه البطلة طول القصة. الأخوة والأخوات، في يوميات روز تقدم لنا الكاتبة عملا سرديا من نوع خاص هو النوفيلا، التي تعتبر جنسا أدبيا متميزا، أطول من القصة القصيرة وأقصر من الرواية، وهي نمط من الكتابات أكثر شيوعا في الثقافة الأوروبية. كتب عمالقة كبار مثل ألبير كامو الغريب وفرانس كافكا في المسخ وهمنغوي الشيخ والبحر، وتصنف رائعة غسان كنفاني رجال في الشمس باعتبارها نوفيلا أيضا، ومحمد البساطي. في نوفيلا يوميات روز توقظ ريمي الكمالي بلغة أدبية راقية التاريخ القريب داخلنا، وتكشف لنا من خلال حكايات روز تدونها في المذكرات عن فصول حياتها وحياة الكثير من السيدات ورجال المنطقة بما كان فيها من عادات وأفكار وأفراح وأحزان وتأملات عبر شخصية روز في يومياتها البليغة. الأخوة الأعزاء، يوميات روز صادفت وقتها ومكانها، فنحن الآن نتاهب للاحتفال بخمسين عاما من عمر بلادنا، لتأتي هذه الرواية بمثابة دعوة للقارئ لمشاركتنا نحن أهل الإمارات في هذه التفاصيل الحياتية المعقدة لجيل كامل جاور البحر بحكاياته المزدحمة وتراثه الخاص الذي يختلف عن تاريخ الرعي وإرث الزرع على حد تعبير بطلة الحكاية. وكما أضاءت روايات ريم تمثال دلمة وسلطنة هرمز على لحظات بعيدة من تاريخنا حيث ناقشناها معها في الملتقى من قبل، نحن اليوم في ضيافة تاريخنا القريب عام 1969 ليكتمل مشروع الروائي لريم الكمالي المهتم بالتاريخ بهذه النوفيلا. والآن أترككم مع الأخت نادية طرابيجي تعطي نبذة عن الكاتبة والروائية ريم الكمالي حسب ما تعودنا في صالون الملتقى. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم. تفضلي الأخت نادية. مساء الخير جميعا. تعبق رواياتها بالوطن والتراث والموروث، نبحر معها في سفن تتنقل في خرجان الوطن وعلى شطآنه تنفخ في أشرعتها رياح متنوعة في قوتها. ومن وسط وعي أشبه بالغيبوبة تائهين بين الحلم واليقظة تطل علينا اليوم مجدداً ريم الكمالي، الكاتبة والروائية الإماراتية التي ولدت ونشأت في قرية صغيرة نائمة بين الجبال تسمى خصب، ثم انتقلت إلى دبي في ثمانينات القرن الفائت. أكملت ريم دراستها في دار الحي، حصلت على دبلوم دراسات اجتماعية من كلية العين العلمية وشهادة في التاريخ والآثار من كلية الآداب في الجامعة اللبنانية عام 2000. ريم عضو في جائزة العويس للإبداع التابعة لندوة الثقافة والعلوم في دبي، وعضو في جمعية الصحفيين في الإمارات، وعضو في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، ريم أمينة مكتبة صحيفة البيان منذ عام 2015، كما عملت منفذة صفحات الجريدة الرسمية ومخرجة لملاحق سياسية وثقافية سابقة، ومصممة في جريدة البيان في ملحق مسارات الثقافي بين أعوام 2008 إلى 2012. حصلت ريم على جائزة العويس للإبداع في دورتها 12 عن فئة أفضل إبداع قصصي أو روائي عن رواية سلطنة هرمز الصادرة عن دار كتاب الإماراتية، إضافة إلى كتابة عدة مقالات حول الآثار والرواية والتاريخ والوجدانيات نشرت في صحيفة البيان ومجلة دبي الثقافية وهماميل وصحيفة عقاب السعودية، كما صدر لها رواية تمثال دلمة الفائزة بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية في معرض الشارقة للكتاب 2018. وعن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة صدر لها كتاب غربة الأثر الذي يتضمن مادة غنية من الصور والنقوش معظمها في الإمارات. ريم الكمالي تعشق قراءة التاريخ والشعر والروايات التاريخية، وقضيتها هي اللغة العربية وإبرازها في شوارع الوطن، وتنبش عن تاريخ الإمارات القديم والمنسي روائيا. باسم السيدة أسماء صديق المطوع مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، يسعدني أن نرحم على منصتنا الافتراضية
للأديبة ريم الكمالي لتحدثنا عن روزا، تلك الأنثى المشتعلة في السماء نشاطاً وقوة، والتي عندما هبطت الأرض بقيت محافظة على الثاء الملتصقة بالأنثى لأنها ثاء دقيقة تلفظ مهموسة من الخجل. طبعاً اقتباس من النوفيلا. أهلا وسهلا فيك أخت ريم. أهلا رنا إدريس، مرحبا جميعاً. شكراً لك، شكراً للمقدمة الجميلة. مرحبا يا ريم، أهلا وسهلا فيك ومشكورة على ثقتك في صالون الملتقى الأدبي أن نقرأ الرواية قبل النشر، وهذا طبعاً فضل منك وكرم من أخلاقك وثقتك في كتابتك وأسلوبك الجميل. لا بالعكس، أنا أتشرف أني أكون عندكم، وأدخلتينا حلقة في وصف. عالم، والله يطول بعمرك، وأدخلتينا في عالم النوفيلا، وهذا بالنسبة يعني أنا بالنسبة لنا تجربة جديدة نقدر نفرق بينها وبين القصة القصيرة والرواية. نتمنى تطرحين عن الفكرة، وليش أنت اتخذتي اكتبينا بصيغة النوفيلا لو سمحتي. أهلا تفضلي يعني. مساء الخير جميعا، شكرا لوجود الجميع في هذا الملتقى الأنيق والرائع والمحب. أولا أنا هي قبل لا أكتب هالرواية كانت هناك جملة بصراحة سمعتها من لو تعرفون الأستاذ عبد الحميد أحمد، كنا مرة في ملتقى في مؤسسة العويس، قال جملة كأنها يعني الجملة كانت مثل السهم دخلت قلبي يعني وحسيت بالتأنيب. هو قالها بشكل عابر وعام، قال دبي هذه بهذه الأيقونة العالمية، أنتوا يا الروائيين ما حركت فيكم شيء تكتبون عنها؟ هذا الكلام من سنوات، فأنا استوقفتني هالمسألة، لأن هاي دبي مدينتي. صح أنا يعني مولودة في خصب وطفولتي قضيتها هناك، لكن أنا طفولة المتأخرة هني وإلى اليوم، وهاي مدينتي وهاي حبيبتي، يعني كيف أنا ما أكتب عنها؟ كل الرواية يكتبون عن مدنهم، شعرت بالتقصير هذه أولا يعني، وظلت الفكرة في بالي. فلما صنعت أفكاري من يعني من حيث الأبطال، يعني صناعة الأبطال والحبكة والقصة وعن شو أتحدث، يعني استجمعت أمور عدة في هذه المسألة. أولا موضوع النسوية، المرأة. أنا في روايتين السابقتين ما كتبت يعني عن المرأة، إلا يعني ما أعتبرهم نسويات يعني تماما، حتى لو كانت مثلا في سلطنة هرمز البطلة بدرة بنت ولها تطلعات، في تمثال دلمة هناك الجدة، لكن نسوية بمعنى أنا ماذا من الداخل. لأن معظم الروايات التي أقرأها حتى النساء حين تكتب صديقات أو زميلات في هذا العالم السردي، أشعر يمكن أكون مخطئة بأنها تكتب من أجل أن يرضى عنها الرجل في نصوصها يعني. فيعني هو ليس يعني قليل إذا قرأنا رواية نسوية تماما، وأنا امرأة في النهاية ويعني علي أن أعبر عن نفسي. طيب والزمن، زمن الرواية، لماذا ذهبت إلى الستينيات تحديدا؟ الستينيات في دبي، يعني أنا دائما أحب في رواياتي إذا اللي ذكرتيها أن هي التاريخية أحطهم في أزمان يعني متنقلة، زمنين متغيرين، يعني مثل سلطنة هرمز قبل دخول البرتغال وبعد دخول البرتغال. هذا التحول الزمني يعني طبعا تحصل عندنا أحداث فيعطي زخم للرواية أثناء انتقالي، أثناء وأنا أنتقل بالأبطال وبالشخوص في هالزمن، يعطي زخم، يعطي كثافة، يعطي حضور، يعطي تشويق. فأنا يعني أختار زمنين، نفس الشيء تمثال دلمة بين نهاية السومرية وبداية الأكادية. الآن في روزا ستينيات دبي كانت مرحلة، يعني أنا بابا تاجر وكان يكلمني عن هالأمور بوصفه، هو يعني متعلق بتجارة دبي وكان على ارتباط بتجار دبي الذين صنعوا دبي كما كان يقول، لأن دبي مدينة ليست قبلية كما نحن نعرف. دبي مدينة الدبويون، خلينا نقول تجار، عائلات تجار، وهم الذين وقفوا مع الحاكم، والحاكم وقف معهم لعمل مدينة تجارية مثل دبي. هذا الكلام قديم جدا، يمكن من يعني خلينا نقول مثلا بالثلاثينات والأربعينات بدأوا
في التفكير بالتوسع. لكن في الستينيات مثلاً اللي يعرف دبي أكيد يعرف مثلاً دوار الساعة، أيقونة دبي، هاي في الستينيات بنيت أكيد. دبي أنتم تعرفون لسان الخور الذي يعني قسم دبي إلى ديرة وبر دبي، ما كان في جسور فيما سبق، كان في قوارب. فالجسر الذي أول جسر بني كان في الستينيات. موضوع الاستيراد والتصدير، توسعة البناء، انتقال يعني جذري كان في الستينيات. البنوك، الفنادق دخلت في الستينيات، كل هذا. فالستينيات هي دبي التأسيس في بنيتها التحتية، وأنا حبيت أني أدخل في هالفترة. طيب المرأة، المرأة شو وضع المرأة في هالفترة؟ يعني هذا الساحل المتصالح، المرأة حضورها يختلف من الشارقة إلى دبي، إلى رأس الخيمة، إلى أبوظبي، إلى المدن الداخلية مثل كالعين. فروزا أنا حبيت أني أخليها أخوالها من الشارقة، والشارقة بمعنى ليش؟ لأنه المدارس، أول مدرسة للبنات في دولة الإمارات قبل الاتحاد كانت في الشارقة سنة 1953، أول فصل دراسي للمرأة. فحبيت أنها تكون روزا من ذاك الجيل وتتخرج إذا متى في الستينيات. هل المرأة كانت قادرة أن تكتب آنذاك؟ هذا السؤال. حتى في الدول العربية مثلاً، إذا رحنا على مصر، بنت الشاطئ كانت تكتب باسم مختلف، بنت الشاطئ، وهي عائشة عبد الرحمن الكاتبة. هناك خلل في حضور المرأة، يعني في مشبه القوة، يعني إذا كانت في مي زيادة وكذا، لكن الأسماء قليلة جداً في هذا في موضوع الكتابة. في مصر، ليش ذكرت مصر؟ رغم أن فيها سينما وممثلات وأيقونات، لكن الكتابة كانت لدى المرأة يعني ليست كالآن، حضورها متأخر في الكتابة. أنا أتكلم في القرن العشرين، لأني كل ما ذكرت الموضوع يقولوا لي لا، في العالم، في الجزيرة العرب ليلى الأخيلية كانت تكتب شعر كذا. يا جماعة، أنا ما أتكلم من 1400 سنة، أنا أتكلم الآن في القرن العشرين، لأن حصلت أحداث نسفت أشياء كثيرة. المرأة الشاعرة عندنا، الأدب عندنا بطية، عندنا شاعرات أسماء عديدة، لكن هل كنا توثقنا هذا الشعر بالكتابة؟ لا، الشعر كان حديث يومي في البيت، في الشارع، شافوا شيء وصفوه وهذا جمال، لكن ما في توثيق. فأنا حطيت روزا المتفوقة في المدرسة التي كانت تستقبل كل ضيف في المدرسة على أساس أنه هو الضيف الوحيد، يعني تكتب له الخطاب، خطاب على حدة يعني، وأنها هي كانت تسمى بأديبة المدرسة، الكل كان يشجعها. وهاي الفترة كانت البعثات في الإمارات بدأت تخرج، يعني عائشة، الدكتورة عائشة السيار، كلكم تعرفونها، متخرجة من هالزمن يعني، يعني على أساس روزا من هالجيل. فاللي كانوا يبتعثونهم على بغداد، مثل عندنا السيدات مثل مريم فريمة، أعتقد متخرجة من بغداد. يعني هذا الجيل أنا حبيت أعبر عنه وكيف عانى. لكن روزا لأن والدها من النواخذ في دبي، ودبي أسلوب مختلف، يعني الشارقة قومية عربية كانت في الستينات، العروبة، دبي كانت الاستعمار الإنجليزي والتقليدي أكثر. فهذا اختلاف الثقافتين بين أخوالها وبين أعمامها، رغم أنها هي كامرأة بنت التجار يعني حرة، لكن أنا أتكلم من ناحية البعثة، لم تكن هناك هذه الأهمية للمرأة أن تبتعث وأن تدرس في الخارج. فوضعت فيها الشحنات، يعني لما عمها لما قرر أنه بنت أخوي المرحوم ما تدرس، أمها توفت ولا مكان لها في عند أخوالها في الشارقة، يجب أن تعود إلى منزلها في الشندغة حيث الأعيان. لما يعني كان مصر هو ووالدته اللي هي جدة روزا، وهي بنت التقاليد، يعني ما مش من النوع، أنا شخصيتها حطيتها مش من النوع المتمرد، فتمردت في القلم، تمردت في اليوميات. لذا كان أنا عندي تحدي في أن كيف أخليها تشوف المشهد الواقعي لما راحت على الشندغة، وكيف تعبر هذا المشهد، تحوله لرواية، تحوله لقصة، وبعدين ترتاح نفسيا، وبعدين ترجع تكون مشحونة من جديد وتكتب في اليوميات. فهذه يعني نبذة الرواية. والكتابة يعني هي
النقطة المحورية اللي أنا يعني وضعتها في الرواية أن هي تتخلص من كتاباتها خوفاً من أن يرى أحد هذه الكتابات. هي مقهورة لأنها لم تبتعث، المفروض تروح دمشق تدرس أدب عربي، فلم تبتعث، فكانت مقهورة جداً. لذا كان برأيي يعني فن السخرية هو الأفضل. سخرية طبعاً إحنا في مجتمعاتنا يعني الزيارات هذا عيب، وأنا ما أستخدم يعني السخرية مع فالية صارمة في طلاب أعتقد، ومثل الكاريكاتير كيف أنا أسخر لأعالج بهالمنطلق يعني. فهي كانت تسخر من كل شيء، مقهورة يعني، فكانت تكتب وترمي، تكتب وترمي. هل أفدتكم يعني في القطعة؟ كيف؟ لا أكيد هو هذا كان الفترة هذه كان يعني كثير يعني نعرف من الشخصيات اللي كانوا عندهم أسلوب كتابة ولا كان عندهم أساليب التعبير عن الذات، كانوا يتكلمون يعني يكتبونه بأسامي أسامي مزورة يعني. كنت أنا أعرف واحدة كبيرة في السن، مراسلات الموعد كانوا يراسلون المراسلة بأسامي ماذا أسامي مستعارة يعني. كان في فن الرسالة وفن فن أدب يعني اليوميات. نفتح النقاش الحين السؤال جميلة دكتورة جميلة، بما أنك كنت متحمسة أول وحدة الأسبوع اتصل فيي تقولي أنا. مساء الخير والنسرور المبدعة ريم الكمالي، وعاجزين عن الشكر عن هذه المتعة الحقيقية من خلال رواية نوفيلا رواية روز يوميات روز. هي سردية قصيرة ذات منظور ذات ربي حفظك فصول رقمية. استمتعت كثير بسرد تجربة ذاتية وأحسميها هلامية، وسامحيني على هالكلمة وحشرح ليش قلت هلامية، من خلال ألق لغوي ووصف أنيق ألبس التاريخ وشاح التوثيق التفصيلي العبق والتفسير الثقافي المنطوق والمعتقد للسلوك من خلال الجدة والمجتمع. يعني أنا لو جمعت كل عبارات الجدة في مجال إنها هذا منقود ولا هذا يجيب شيطان ولا هذا بسوي كتيب بروحي. نعم استمتعت كثير بجزئية اللؤلؤ. صح إن ميسون قاسم تكلمت عن اللؤلؤ في رواية في فم اللؤلؤة، لكن أنت ذكرتي عن طريق الطبيب بطريقة فيها مهنية أكثر وعمق أكثر. استمتعت بفكرة أنت أنطقتي الاتحاد وأنطقتي جزيرة هنيا. هذا الانطاق أو أنت خليتهم يكونوا في شخصنا، يعني شخصنتي المكان، شخصنتي روح الاتحاد. هاي الشخصنا خلت في نوع من الانتمسي أو الحميمية بيننا وبين الجزيرة وبين الاتحاد، بحيث أنه صار في ولاء أكثر، انتماء أكثر. فأشكرك على هذا الشيء. كثير من الأساليب يمكن بخليها للأخوات يقولوها. أنا استمتعت بكل تفاصيل الرواية اللي كانت فيها نوع من الهدوء الظاهر لروز إنها استسلمت للواقع عشان تعيش، بدليلها كانت تلبس المخور تمسك السبحة وبتقعد عند جدها وجدتها وتقول استغفر الله، لكن داخليا كان في عالم آخر مغاير لهذا الشيء. فحسيت إنك يعني كانت تفاصيل هادئة لكن قاسية في نفس الوقت، يعني الأحداث كانت تجمعها أوكي وتجمعها في لحظة وتفرغها بقسوة في نهاية مؤلمة لثلاث حكايات العشق اللي موجودة، يعني امرؤ القيس وحكاية ربي حفظك سعيد الكافر وحكاية روز نفسها مع خطيبها اللي هي سميتي قمر بعين واحدة. نعم أنا تألم جدا لأنه كان يعني في الواقع في قصة تبعت عيون وفقد عيون، فكانت لكن أنا حسيت إنه روز كانت تجمع الأحداث بهدوء وفي مرة واحدة تدفعها في نهاية من نص سطر بشكل قاسي وتنهيها بشكل صادم للقارئ. هذا أسلوبك أحترمه أقدره، بس كان واضح يعني تردد أكثر من مرة. وانتهت الرواية أيضا بأنها كانت حلم. هني كان التجميع كله، هاي الرواية كلها يعني حوالي 88 فصل وجمعتيها عشان تعطينا أيضا
صدمة قاسية إنها حلم. أنا بالنسبة لي حسيت إنها كانت نهاية هلامية لسبب. الحلم دائماً لما يفسرونه جميلة سيجمت. بس خلاص هاي حتكلم عن آخر شيء. يعني الحلم هو سلسلة من التخيلات وقد تكون في غير الواقع من علماء النفس. يعني فرويد تكلم على الحلم إنه هو عكس للواقع. فأنا بالنسبة لي كثير ارتبط بثقافة، بمجتمع، بقيم، بحلم عند روز إنها تريد تتعلم، إنها تريد تقرأ، بقيم كثيرة متشابكة وجميلة. هذه كلها لما أصبحت إنها حلم حسيت كأن النهاية ما كانت بالنسبة لي مش متوقعة، لا كانت غير موفقة، لأن أنا أحب هاي الفترة هو شيء ملموس tangible. يعني أنت الآن ذكرتي تاريخ وذكرتي أفراد وذكرتي ثقافة وذكرتي معتقدات. جميلة الوقت. خلاص خلصت إن شاء الله. أنا شخصياً الحلم يعني هي بعدين يعني أنا هذا رأيي إنه أنا هي حققت تريدة. نعم. يعني فضلي هي هذا من هذا رأيها هي، عفواً هذا رأيي وهذا انطباعي. يعني مش ناقدة رسمية، بس أقول لك أنا الرواية نهايتها كانت صادمة، لأنه أنا بالنسبة للولاء والانتماء والتاريخ اللي شفته في الرواية لما يكون حلم كأنه أصبح شيء هلامي للتاريخ. فأنا لا أحب التاريخ والمعتقدات والولاء والانتماء والاتحاد والحلم بالتعلم وإني أطلع وكل هالمبادئ تكون something solid، يعني something قوي ويكون واقعي. فهذا رأيك يعني شخصي. وشكراً. تقديري لك دكتورة على اللي ذكرتي، وأنا كلي قبول باللي ذكرتي. وبالنسبة تسمعوني صح؟ صوتي واضح؟ إيه. بالنسبة للي ذكرتي أول شيء بخصوص التحولات اللي تصير في يومياتها يعني فجأة، هذا أنا متعمدة لأن هي مضغوطة، عارفة يعني إن هي مشحونة تصوير المبالغ هذا، يعني هذا أنا أتعمده إن هي كأنها تعالج نفسها. بدليل أنت لما قرأتي مثلا قصة المجنون سعيد الكافر، كيف آخر شيء لما سمعته يصرخ والأصرخ ما تشاء خلاص أنا أنهيتك. يعني هي تخرج ما بذاتها في هذه الرواية، في هذه اليوميات. بالنسبة للصدمة الهلامية والحلم، أنا مثل ما ذكرت يعني أنه أنا أتكلم عن روزا بحب لأنها امرأة ونسوية. أنا حزنت، أنا وأنا أكتب حزنت لما وصلتها للقلعة تاكل الرطب ويالسة تشوف النخيل قرية ضايع. يعني إن أخليها تصحى، أنا أبا أنتصر للمرأة هاي، أبا أنتصر لها البنت إنها تروح. فوعدتها أمها على أساس تجهز شنطتها وتروح البعثة. يعني أنا في نوع من الانتصار، يعني أنا أحب أني أنتصر للبطلة لأول مرة أشعر بهالشعور. يعني لأني لو أنهيتها بهالطريقة رح أحزن، أنا راح أحزن، أنا ما أتحمل أخليها تكون يعني متزوجة رجل بهذا العمر وكأنه أبدي يعني. وهي بس باختصار يعني. ودكتورة يعني موضوع الهلامية وموضوع التاريخ، ترى هذا في النهاية أنت تقرأين نوفيلا. نحن ليش نقرأ روايات بشكل عام وقصص؟ عشان ليش ندخل السينما؟ عشان نحلم، عشان هذا جزء من أحلامنا، إحنا نبغى نشوف شيء آخر غير الواقع. فأنا أقول ما أريد في البداية ثم أنهيها يعني كنوع من الانتصار. يعني هي مش لازم تكون مقنعة تماماً، يعني مثل ما قال فرويد وقال هاي هذا واقع شديد، هذا علم أنا ما أنكره، بس أنا أكتب هني أدب خيال. تحياتي لك. مشكورة يا ريم. بالعكس. أسماء ممكن أتدخل؟ أوكي. تفضلي. مساء الخير. أهلا مرحبا. كيف الصحة كلكم؟ اشتقنا لكم. أنا مع جميلة، مع حفظ الألقاب، بأنه الخاتمة بأنه يكون هيدا حلم. يعني مش مسألة غير موفقة، حتى أنا لقيتها متناقضة تماماً مع روحية النص. يعني نحن هون عنا الحدث يواجه بالنوفيلا، الحدث يشتبك، الحدث يتحدى. فالحلم والاستيقاظ من الحلم بدا لي كأنه نوع من الاعتذار، إذا بدك نوع من التبرير.
نوع من التراجع بالحقيقة، نوع من التراجع للموقف المجابة لهالنساء يلي فجأة قرروا انه يشتركوا بالنهضة العربية وبالتحرر النسوي يلي كان عم بيحصل بالعالم العربي بمناطق معينة بالعالم العربي. يعني بس هيدي النقطة فعلا انا مع الأستاذة جميلة انه هيدي النهاية كان غير موفقة، يعني اذا يعني ولا زادت ولا نقصت، بل بالعكس اضعفت روحية النص، بمعنى مثل ما قلنا انه انا حسيت اعتذار وتبرير انه ما حصل هيدا ضمن الحلم مش ضمن مواجهة حقيقية للمجتمع. يعني بس كان بدي هيدا، بس غير هيك طبعا اللغة المكثفة جميلة جدا، مسألة السرد التاريخي داخل السيرة الذاتية التقنية موفقة جدا، وما لا تشكو من ولا مشكلة، ولو أنه في بعض الأحيان نشعر أنه التقنية الصحفية ممكن تضغى وممكن تنعمل بطريقة تنسجم أكثر من مع النص. يعني بس هيدي في كمان مسألة تانية شعرت أنه شوي ما يعني لم توظف بالسرد، وهي حكاية المجنون. طبعاً أنا كان بدي أسمع من حضرتك يعني شو نورت تاريخياً وسردياً هذا الحدث، شو نور النوفيلا بشو؟ وشكراً، بعتذر طولت عليكم. لا بالعكس، أهلا وسهلا. شكراً سيدة أدريس، رنا أدريس، شكراً على أسئلتك. بالنسبة للنهاية اللي حضرتك كنتي موافقة مع دكتورة جميلة، لا تنسون أني أنا في النهاية لما فتحت دفتر يومياتها ورجعت لواقعها، هي كانت ذكرت جملة في النهاية، يعني كتبت أنه كم كنت معذبة وحقيقية، يا له من حلم، ليتني أعود كما كنت فيه. يعني هي لم تنكر، يعني بس في أنا مؤمنة كروائية إنه دائما في مثل أغلق الروايات، يا أما أخليها مفتوحة يا أما كالحلم أخليها. أنا هذا طبيعتي، يعني كمتخيلة. فيمكن تفسيراتكم واقعية أكثر من الخيال، وأنا أحترمها طبعاً. بس هي كمان ذكرت كم من جملة أنه يا له من حلم ليته يعود، ما استنكرت يعني، ومش ندمان أنه كان أنه حلم ولا كذا. فبالنسبة لحضرتك ذكرتي السعيد المجنون، أنا دائماً أقول يعني المجتمعات الحقيقية يعني فيها مجنون، فيها واحد مصاب يالس يشحاذ كذا، هاي مجتمعات حقيقية. نحن في الإمارات ما عاد عندنا هالشخصيات كلها، يحطونهم في مستشفيات مجانين، أو عفواً يعني على هالمصطلح مستشفيات نفسية، وكل واحد يعني يأخذونه في محله، يعني هذا حضارة، جزء من حضارة. بس أنا كانت عندي أنه أشعل هاي الفكرة في الستينيات، كانت موجودة يعني أنه عبد الله كتابي كان عندنا واحد يبيع كتب، يشيل صندوق والمجنون وما يقول. فأنا حبيت أخوض قصة المجنون وما يقوله بأنها حقيقة، كل ما يذكره المجنون حقيقة، وليس هو استمتع مع نفسه بهالحقيقة اللي ما حد يقدر قانونيا يعني يصد عليه، لا دينيا ولا قانونيا بما يقول. ساعات يألف أذان يألف وانتو لاحظتوا هالشيء. فشو اللي أضاف المجنون؟ المجنون نكهة مهمة للحارة، للزقاق وما يقول وما يشاهد، لتستخرج روزا حكاية أبو هيل وقصة النخلة العانة وهاي الحكايات الداخلية المشتعلة، هاي يعني أنا أسترجعها بغض النظر حقيقية أو واقعية، أو أنا زدت عليها أو خففت منها أو أخذت منها من هنا وهناك، بس هاي حقائق المجتمعات، حقائق المجتمعات، الجنون،
أنا أشوفها لطيفة جدا أنها تدخل في الرواية. إذا ما دخلت هاي الشخصيات الطبيعية في الحياة، أنا أعتقد أن الرواية راح تكون جامدة، هذا رأيي يعني. ألو معي؟ مرحبا مرحبا. في مداخلة من هنادي، تفضل يا أخت هنادي. مساء الخير ريم، وأهلا فيك بالملتقى. روزا اعتبرت رواية مشاكسة فيها الكثير من عبثية الذاكرة، عبثية النص المركب، جمال اللغة التي تماهت بين الوصف الساحر والصور الجمالية، وبين التكلف الذي يشي بقلم متعب يبحث عن استنطاق التعبير. أعجبتني الثلاثية التي وردت في النص، حيث التقاليد والمعتقدات وكل ما يتعلق بهما، العمران والحداثة، وضع المرأة قبل الاتحاد، والمجتمع الذكوري. ظلت هذه الثلاثية على خط متوازي مشكلة المثلث ودلالته في الأسطورة والعادات الدينية. كمان أعجبتني فكرة هدم المباني التراثية ودلالتها في النص، وهي تشبه كل الأشياء التي تمضي إلى زوال، أنغامنا، نصوصنا الشعرية، نقوش معمارنا، وكل ما يؤدي إلى فقدان الهوية. أعجبتني أيضاً التساؤلات التي طرحتها روز، من أنا؟ هل أنتمي من خلال ساحلي ودولتي إلى النهضة الإسلامية أم إلى جذور متنوعة؟ وأسئلة كثيرة وجودية أخرى. ريم، في النص شعرت، لأننا نعرفك عن قرب، أنك غلبت روزا من حيث الاستئثار بصوتها تعبيراً وبوحاً وثورة. كنت أشعر أن الثورة هي ثورتك. صوتك كان ساطعاً مثل ما قلت، وكنت في النص غالبة. النهاية تشبه الرواية كأنها المشهد الأخير في مأزق التأليف. شعرت للحظات كان في شوي مأزق التأليف. ترى ريم، ما الذي جعل نصك العميق في المعنى والصور الجمالية متفلت ومركب في آن من خلال بناء الروائي، حيث بدا لي النص أشبه بثورة وبركان يرمي بشرر كيفما شاء، وخصوصا في النهاية التي تكلمت الأخوات عنها؟ أريد جواب. شكرا كثير، ممنون. شكرا لك على مداخلتك. اولا، ما ذكرت من فنون وهاي الامور، هاي طبيعيه يعني، نحن نفتقدها من حيث المباني والعمائر. الدخول في مسائل المعمار انا وايد مهمه عندي. بالنسبه لل بان انت شعرتي شوي في لحظه ان صوتي، والله يعني انا في النهايه لابد ان يخرج مني شيء يعني. وأنت تكتبين لابد أن يخرج منك شيء. أنا أحاول أني أكون خارج هذا الإطار، خارج ما أنا ألفت وأنا ما تخيلت، خارج تماماً، لكن لابد أن يسقط مني شيء يعني. قيل لي أنت بدرة، قيل لي أنت في الدلمة، أنت فلانة، ما يعني، رغم أني أنا أثناء الحكاية أبداً لا أريد أن أكون أحد. بالنسبة لله يعني، أنا لا يعني، خليني أكلمك عن شخص يعني شخصيتي في الأسرة. أنا من أسرة يعني تقريبا تاريخية يعني. أنا أجدادي، جدي الخامس أسس مدرسة اسمها المدرسة الكمالية، بني كمال في الجبال هناك. كانت أياميها من حوالي 1770 أسسوا مدرسة على حسابهم، كما يذكر فيما سبق موضوع الوقف يضعون ثرواتهم بالوقف ليستمر هذا المشروع الخيري. فكانوا أجدادي معلمون ونساخ وعلماء دين كما يقولون. هؤلاء طبعا، هناك شجرة في العائلة، والدي كان دائما يحفظني هذه الشجرة من طفولتي، فكنت دائما أذكر له يعني أنه أنا وين اسمي بابا، وين أسماء عماتنا، طيب وين أسماء النساء. قال بابا لأن نحن أنتم تتزوجون آخرين، فما يصير ندخل أولادكم بأسماء آخرين. أنا أقول له لا، أنا مش ابني. وكان بابا يدللني جدا، ويحبون بناتهم في العيلة يعني، نحن ما عندنا هالإشكالية، لكن أنا تستوقفني هالمسائل. لذا يعني روزا يمكن من خلالي راحت على شجرة الساحل، أكبر شجرة في الساحل تذكرينها أعتقد.
فيعني ربما هذا صوتي أنا شعرت أني أنا ياس، بس روزا ليست أنا، روزا أنا أعبر عن الكاتبة، عن ثقافات عدة هي ستعيشها ويعني تريد أن تخوض شيء معين، وهي مطيعة لأسرتها. ما أعرف إذا جاوبتك يعني. وبعدين الرواية لم تطبع بعد، يعني أنا من يومين كنت أقرأها، شفت كلمة غيرتها. أنا رواية خليجية إماراتي، يعني كخليجية أنا بالنسبة لي الإحساس وصلني، يعني وصلني الإحساس، التعابير، التفاصيل كلها عبرتي عنا نحن كنساء الإماراتيات. يعني أنا لما شفت خاتمة، سمعيني ريم، لما شفت الخاتمة حلم فرحت، يعني قلت بعدها في أمل. يعني أنا يمكن كإحساسي كبنت البلد عايشة فيها الأرض، عشت الستينات والثمانية، يعني لما شفتها حلم أنا فرحت، قلت أوه في أمل نحن نكمل. يعني أنا يمكن كل واحد توصل للرواية شكل، يعني أنا بالعكس بالضبط يعني ناقشت مع سعدية في هالكلام، أنا حبيت حلم لأن حسيت لا يعني معناته أنا في أمل أحقق الأشياء اللي أنا ما حسيتها، يمكن أنا وايد حسيت فيها، يعني الشعور بالانتصار لها، هي العادات والتقاليد، وجود المرأة في هذه الفترة، كل هالأحاسيس إحنا مرينا فيها يعني من بداية يعني ولي عمرنا بالستينات، وبداية ما دخلنا المدارس، بداية ما كل الصور اللي صورتيها والمشاعر. أنا خلي في التفاوت في الأسر، بس أنا أتكلم عن الأسر اللي فيها الأب يكون مثقف وقارئ، والبنت تكون عايشة معاهم، والبنت يكون طلعات وتفكيرها مثل تفكير الرجل، يعني سواء بالثقافة بالفكر، لأنه متوفر الكتاب بالبيت، متوفر الثقافة في البيت، النقاشات موجودة في البيت. يعني هذه تخلق نوع من المرأة اللي تكون عايشة داخل بيتها وخارج بيتها مختلفة، تكون شعورها وأحاسيسها مختلفة. يعني أنت عبرتي عني، أنا إذا بتكلم عني كأسمة أنت عبرتي عنها يعني بالضبط. يعني وحمدت الله أنه حلم، لما شفتها قامت من النوم وبعدها عندها نتكمل مشوارها فرحت، قلت يعني بعدنا يعني في مجال نحن نتخيل. ما أخذت التصوير الخواتف أخوي، أنا عجبني كامرأة إماراتية وعاشت هيك فترة وفي عمري، حسيت ما أدري كثر، لأن كل إنسان يكون بطل في الرواية، حسيت عمري أنا موجودة من ضمن الأبطال الموجودة في القصة، يعني لأن بيئتك ومجتمعك وعاداتك وتقاليدك وأحاسيسك وشعرك واحترام الأسرة، العائلة دائما الجدة والجد والعم، في احترام يعني في لليوم نحن عندنا هالقيود، ومو بالقيود هاي اعتبرها هاي النوع من الاحترام، يعني نوع من احترام العائلة ومن نوع السلوك اللي دائما وما زلنا نحافظ عليه. يعني اتصورتي صورتيها بطريقة جميلة، يعني خصوصا إذا حد بيقراها، هي رواية في الأخير يعني، بس لو حد يقرأ على الأقل يقدر يعرف طريقة تفكير هذا المجتمع، طريقة إحساسهم، طريقة أكلهم، شربهم، عاداتهم، تقاليدهم، كل اللي كتبتيه عن القمر وعن الحوت اللي بيبدأ وعن الأساطير الموجودة وعن الفنجان القهوة وعن كله هاي كانت موجودة بيننا، وفي حارتنا كان في ميانين، وفي حارتنا كانوا ناس بهالطريقة يعني، وهذا البيت تدخلينه وهالبيت تدشينه، يعني هذا موجود. أنت فصلتيه بكاميرا كأن واحد خذ كاميرا ورجع في التاريخ الماضي وصورتيه بكاميرا، يعني صورتيه بحذافيرة. أنا بالنسبة لي يعني الرواية جدا استمتعت فيها يعني. وحين رنا، تفضلي رنا. مساء جميل على الجميع. ريم، دائما تعجبني رسالتك بالكتابة، دائما الوطن بتاريخه الاجتماعي والتراثي وحتى السياسي حاضر بكتاباتك. المرأة في مجمل كتاباتك هي مرأة طموحة، دائما تسعى لتأخذ مكان الطبيعي الذي غيرته وحاولت التقاليد البالية والعادات أن تغير تموضع المرأة في المجتمع. شعرت أيضا بشيء من ريم في روزا، خاصة عندما تخلصت من مذكراتها هذه التجربة. كما عهدناك دائما متعوب عليها، يعني يصلني دائما الجهد والبحث الذي تبذلينه ليصل بك إلى هذا الإتقان في الكتابة. كما قيل لغتك جدا قوية، فكر مبدع،
وكما تفوقت في الرواية تفوقت في النوفيلا، وشعرت أني أميل لهذا النوع من الكتابة، قد يكون لأنه تخيل مكثف لنطاق محدود مع مضامين موسعة. هل مضامين تطلق عنان التأويلات والفكر عند القارئ، يعني بتترك مساحة للقارئ لخيال القارئ ليشارك الكاتب هذا الخيال؟ المجنون كان يخرج رتابة حياة منزل روزا، يخرجني من رتابة حياة منزلها. المجنون كان يذكرني دائما بأن هذا المنزل جزء من بيئة طبيعية فيها المجنون وفيها العاقل وفيها كل أنواع الحياة. ريم، دائما أتساءل لماذا نعود للتاريخ، ولماذا دائما أتساءل هذا السؤال؟ لأن كل الشواهد والتجارب في حياتنا تقول أننا لا نعتبر من هذا التاريخ، إن كان هناك خطأ نعيد ارتكابه. لماذا نعود للتاريخ؟ هل هو حنين للماضي، أم التاريخ هو تلك الشرارة التي تشعل خيال وإبداع الكاتب للكتابة؟ وهل قصر النوفيلا وسرعة إيقاعها تؤهلها لتكون الخيار الأكثر قراءة في زمن يشبهها بإيقاعه السريع؟ وشكراً لك. شكراً أستاذة رنا على ما ذكرتي. بالنسبة للتاريخ، نقول نتكلم عن التاريخ بغض النظر أني أنا دارسة متخصصة تاريخ، هذا أمر آخر. أنا يعني درست التاريخ، أذكر لما رحت لبنان سألوني أسرتي، يعني تبين تتخصصين تخصص أساس تتوظفين؟ قلت لهم لا، أنا بأتثقف ما بأتوظف. وفعلا أنا بعد ما رجعت دبي بعد التخرج ما لقيت وظيفة ضمن تخصصي الأثري. الحين يمكن بلا في متاحف في كذا، بس وقتها ما كان فيه، يعني فاشتغلت في جريدة في الإعلام. فالتاريخ ثقافة، أنا لما أقرأ ما سبق أعرف لماذا أنا ما عليه الآن. ما يصير أنا أجلس على الكرسي وما أعرف شو وراي، من أين أنا آتية. وأستغرب تماماً لما أقرأ في وسائل التواصل أنه الإمارات يعني قبل 71، ما هو نحن موجودين إذا ما كانت في منظومة سياسية متحدة أو مشتركة؟ إحنا موجودين أبن عن جد في هذا الساحل، كله موجودين. وعلى فكرة خصب كانت مفروض تكون الإمارة الثامنة، يعني هي ضمن الساحل على الخليج، وصار في بين حتى وبين خصب تفاوضات أنه قسموا الحدود بشكل مختلف، فصارت خصب في عمان وحتى في الإمارات. هذه موضوع آخر، بس نحن كساحل متشابهين يعني. ولو كان عندي صديق المرحوم دكتور صلاح قاسم البنا، توفى من شهرين الله يرحمه، محضر دكتوراه في بريطانيا، هو من الإمارات من دبي، بخصوص 20 سنة قبل الاتحاد، كيف تعب الآباء من أجل هذا الاتحاد ولم يتمكنوا. هناك من يعطل أيضا، يعني هاي الأمور موجودة يعني. بس أنا ما أقدر أكتب شيء الآن وما أعرف ما هو ساب على الأقل 50 سنة أكون عارفة. يعني لا تنسين أنا كمان من أسرة تاريخية مؤثرة في المنطقة، يعني أنا آبائي وأجدادي يعتبرون المعلمون الأوائل في الخليج الذين تلمذوا ودرسوا وعلموا، وفي كل بيت من بيوتنا مخطوطات يعني من في هذا المجال، كانوا ينسخون ليعلموا من قرنين لأنه ما كان في هذا المطابع. فأنا يعني متربية في هذا الجو ومتعلمة في تخصص أكاديمي في هذا هذا تخصص التاريخ. بخصوص دبي، دبي أيضا لما قرأت أنا كتاب، لو تعرفونه أكيد أو تحبون تناقشونه في يوم من الأيام، مهم جدا، هو لجون لوريمر. لوريمر يعني يقول الإنجليز عنه أنه هو مؤرخ. هو نعم مؤرخ، لكن كلمة مؤرخ بالنسبة لي أنا، لما المؤرخ يكتب بشكل موضوعي وإنساني، هذا كان لا مؤرخ بمعنى أنه عسكري جاسوس يعني، أو عسكري. هو كان معتمد هني في 1903 أعتقد أو 4، ما أذكر، صار معتمد في الخليج يعني
الاستعمار الإنجليزي يبوع على أساس يكون مسؤول عن منطقة الخليج بشماله بشقه الشمالي والجنوبي والشرقي وجزء من جزيرة العرب من الصحراء داخل. فطلبوا منه الإنجليز، هو شاب كان وموهوب وهو كان 28 سنة، أتوا به من الهند بعد أن ألف كتابين فيما يخص القبائل البشتونية، أعتقد اللي هي بين أفغانستان وباكستان، عمل كتابين لأن كانت القبائل هي على وشك أن تنقرض لغتها، هي لغة خاصة، فعمل قاموس لهم ولغتهم وحفظها، ثم عمل كتاب آخر كلم عن تقاليدهم وتاريخهم. فشافوا أنه هذا الإنسان والإنجليز عموماً لما استعمرونا أكثر الناس اللي كانوا موجودين في مستعمراتهم اللي يعتمدون عليهم كانوا مش من الأيرلند أو الإنجليز نفسهم، كانوا من الاسكتلند. الاسكتلندي طبعه يعني دقيق وبخيل ويعرف يتفاوض وصبور، معروف عن الاسكتلندي. فمعظم المعتمدين لو ترجعون لتاريخ المنطقة هنا في الخليج، المعتمد الإنجليزي اسكتلندي. وجون لوريمر شافوه يعني فلتة شاب، أتوا به إلى هنا. وطبعاً تعرفون الحين المعتمد مثلاً أو السفير في دبي، قبل كان في البحرين، فترة كان في البصرة، هو يجلس في المدينة اللي فيها خدمات أكثر، لكن في بداية القرن كان ساكن في مدينة بوشهر، الحين هي في إيران. فهو عقد، قالوا له يعني نعطيك هذا المنصب، لكن نريد أن، بما أنك كتبت هذه الكتابين، نريد أن تخوض في منطقة الخليج بسواحلها، نريد أن نعرف هؤلاء الناس، القبائل، من هؤلاء، كم أعدادهم، أسلحتهم، آبارهم، حيواناتهم، مزارعهم. فتخيلي جند هذا الشخص آلاف الأشخاص ليأتوا بهذه الأرقام كلها. فأنا رحت خدت لوريمر وقرأت جزئية دبي، لأن الرجل توفى 1914، قتل نفسه بخرطوش وهو ينظف في غرفة ملابسه بالغلط يعني. طبعاً بريطانيا زعلت وأخذوه ببوارج يعني إلى يعني بفرقة موسيقية وحزن إلى بريطانيا. فالمجلد لم يخرج إلا بعد 50 سنة. طبعاً تعرفون المستعمرات الإنجليزية دائماً عندهم خطط نصف قرن الأمام، يكتبون وما يعلنون إلا بعد نصف قرن، يقولون خلاص خلصنا هالمسألة فممكن يعلن للناس. فالكتاب خرج 1970 ورجع لنا أعتقد، وفي عراقي ترجمه، سيت اسمه لوريمر، موجود في مكتبتي. فأنا رحت على جزئية دبي، طبعاً ما خلى أنا أستغرب جهده يعني كعسكري هو، لكن هذه الأرقام أفادتني أنا كروائية وكباحثة. نقول كتب عن دبي مثلاً كل قبيلة كم شخص، 381 وهكذا يعني بهالدقة، كم بئر، كم رأس بقرة، كم رأس حمار، كم رأس ماعز. ودبي في 3 مناطق، الشندغة والرأس وش اسمه يعني، وأنه الشندغة لا يسكنها سوى الأعيان، هذا الكلام 1910، والرأس يسكنها الناس القادمون الزائرون يعني من مثلا من بلوشستان، من إيران، من هنود. وصف وأنا هاي الأمور تعنيني جدا. وذكر أيضا بأن هناك أثار برتغالية في منطقة ما، وسور قديم. أنا هذه الأثار لا أراها، إذن هدمت. وأن هناك حانوت أمام المسجد، تخيلي يعني حانوت بار أمام المسجد، مجتمع طبيعي يعني. فهذه الأمور فادتني كثيراً بإني أتطرق، خاصة أنا أتكلم في الستينيات، والستينيات روزا جدها أبوها يعني أكيد كانوا في بداية القرن عايشين، فأنا أمضي على خط نسق يعني يكون متناسق، أكون واقعية في هذه المسائل، خيالية مع شخوصي وأحلامهم. طولت في الإجابة؟ لا ما قصرتي، بالعكس أفدتينا. يعني أنا هذا الكتاب اشتريته، يعني عندي موجود الكتاب بالفعل اللي أنت ذكرتيه، يعني كتب فيه تفاصيل عن منطقة الخليج والبصرة ولد، وأعتقد خدت نسخة لي والسعودية يعني. وإلى اليوم، إلى اليوم أستاذ أسماء لم يخرج مثل هذا الكتاب بهذا التصنيف، يعني ما في، هذا المرجع الوحيد للأكاديميين الآن. أسماء سوري بس دقيقة، يا ريت التعليق على موضوع حرق التخلص من المذكرات، عشان لا تكشف
فتعتبر يعني ان انت شو تسوين، شو تكتبين، شو هالخزعبلات اللي تكتبينها، يعني كانك تستهزئين بنا. فكانت تحمي نفسها، يعني تخيلي انت رسائلها من معلمتها ورسالتها من صديقتها اللي كانت في المدرسه وراحت بغداد، عمها ما عطاها، يعني كان يعتبر ان هذه يعني معيب، لا يجب ان تقرا هذه الامور. فهي كانت ترد عليهم حتى في اليوميات، لانها تعرف ان ما راح الرسائل تصل اليهم، فكانت تحاول تتخلص باي طريقه عشان ما ينبذونها، لان هي فتره صعبه انه انت تكتبين، شو تكتبين، عيب. عارفه يعني انا بنت هالبلد واعرف يعني انه حتى اسمع تخلصتي من مذكراتك. انا يوم صغيره كنت انا عندي انت رنا تتابعيني يبدو. فانا يوم صغيره كانت عندي هالمذكرات، وكنت اخلق عوالم لي، بس مش بطريقه روزا، انا طورت روزا، كنت اكتب نكت، رسائل لصديقاتي، كذا اشياء عاديه جدا، والله هذا موجود عندي ومحتفظه فيهم، بس كنت اتخلص من بعضها يعني عشان يعني ما في تشجيع، فما في ثقه في النفس، تدرين، فتقولين لا، بيقولون عني مينونه، بيقولون عني هاي مش مؤدبه مثلا. ريم كلنا تخلصنا من رسائلنا او صورنا الحين موجوده عند كل حد، نحن ما عدنا في البيوت يعني قلت لك، انا مثل ما قلت لك، انت تكلمتي بالضبط، يعني تكلمتي بالضبط عن معاناه، يمكن غيرنا ما بيحس، يعني يمكن بنات البلد بيكون معاك، يعني بالضبط كتبتي على احاسيس اللي نحن كنا نعيشها، صورتيها بطريقه جميله جدا وراقيه، وفيها نوع من الثقافه والفكر. يعني رغم اني مش من هذا الجيل، رغم اني مش من هذا الجيل استاذ اسماء، لكن انا جلست مع يعني مجموعه من الاماراتيات المعروفه، دكتوره امينه ذيبان، يعني مجموعه كانوا يلسون في مقاهي القصباء او دباء، جلست معاهم وفهموني كانت كيف الستينيات، فعشان كذا حاولت يعني اني اشعر فيهم. تفضلي الدكتوره عزه، تفضلي. مساء الخير، مساء الخير أستاذة ريم، مساء الخير الأخوات. أحاول أن أنا ما أقررش ما قيل، لكن أنا بشوف يا أستاذة ريم أن اليوميات بأسلوب كتابتها بلغتها الضافية كانت الحقيقة مغرية بالاستطراد، وأنت يعني أثرت أن تخليها يعني مركزة وقصيرة ونوفيلا، وهي دي الحقيقة شجاعة تحتدي عليها، لأن يعني كما قرأنا عن النوفيلا إن هي يعني لا تحصد الجوائز، وربما لا تحظى بنفس الشهرة، يعني لا تستقبل بنفس القبول الحسن اللي تستقبل به الروايات. فأنا أعتقد إن دي شجاعة تحتدي عليها، وأتمنى إنه يعني هي بشكلها الأنيق الرشيق ده تسود، يعني زي ما قالت الأخوات هتجد لها رواج ما بين جيل يعني متعجل في القراءة، وربما كمان لما تنتشر أكتر نبقى فيه تعبير عربي بدل ما نقول نوفيلا اللي هي متاخدة من نوفل. يعني بالنسبة لروز، أتصور أنه حضرتك صح معنية بالتاريخ، وزي ما ناقشناكي قبل كده في صالون الملتقى في رواياتك السابقة، لكن يعني زي ما كان في ظل من كل شخوص وأبطال الروايات على الواقع، أرى في نفسي وفي جيلي اللي هو يعني بعد الفترة دي ولد وعاش بعد الفترة دي في ظل من روز، وأتصور أنه يعني بدرجات مختلفة طبعا نحن نحمل نفس العبء. وحتى حضرتك تفضلتي بذكر ما زيادة، ما زيادة كانت بتكتب في بعض الأحيان المقالات الصدامية تحت اسم خالد رأفت، وكتبت كتاب أيضا بالفرنسية ووقعته باسم مش اسمه، فحتى يعني أيقونات التحرر ورموز الكتابة النسوية في بداية القرن العشرين كانوا يعني تعرضنا لنفس الضغط. فيعني أنا أتصور إنه يعني في ظل من هذا الجيل لازلنا نعيشه، وإنه أمام المرأة يعني في العالم العربي الكثير من الخطوات لسه يعني تحتاج أن يعني تأخذها وتراكم على هذا التراث من الجدات والأمهات. النقطة الثانية، أنا حابة أقول إن أنا يعني استقبلت الخاتمة يعني بسعادة شديدة وحبور. أنا اعتقدت إن أنت بتديني حتة سكر في الآخر. يعني أنا بعد ما تعاطفت مع روز وكنت زعلانة معاها وخط معاركها وتخلصت معها، يعني سرت معها على لسان الخور واستمعت معها إلى جدتها،
يعني اصبحت جزء من 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 نفسي ومن من فكري. فلما لقيتها انها صحت وهتروح تحقق حلمها انا سعدت، انا اعتبرتها دي حته السكر في الاخر. وكما اشارت الاخوات هي هي يعني ظل النص على نفس القارئ، يعني تختلف من شخص لاخر. انا الحقيقه من كتر ما الواحد قلبه وجعه على النساء بيبقى حابب انهم في الاخر يعني يحققوا اي شيء، حتى لو الامل كذاب يكون في امل. وشكرا لحضرتك جدا، وساعدنا بالقراءة، وفي انتظار النشر ربما يعني تحط لنا حته سكر زياده. شكرا لك دكتور عزه. بالنسبه على فكره حضرتك سالتي سؤال اعتقد حتى سيده رنا ذكرتها وانا ما جاوبت، بخصوص انه الجيل هذا لا يقرا يعني الروايات الطويله، وانا خليتها قصيره عشان امشي ابدا. انا كان تحدي اني اكتب نوفيلا لي انا، هل انا انجح ولا لاني انا وحده نفسي يعني اطول من الطويل، نفس طويل الى يعني ممتد. فانا كل فتره وانا اكتب روزا كنت على وشك اني اخليها تطول، كنت على وشك، لكن حذفت إلى أن بصعوبة يعني لجعلتها مفروض تكون يعني هي حسب شروط النوفيلا 17,000 كلمة وما تزيد عن 27 أو 30 على ما أذكر، أنا خليتها 25-26 أي 40,000 يعني رواية نعتبرها طويلة يعني، بس خليتها 26,000 كلمة قدر الإمكان. بس بالنسبة ذكرتي لي عشان الجيل، ابدا انا ما حطيت هالموضوع في بالي، هو مثل ما قلت لك فن انا حابه يعني اقدمه. في حضرتك بعد سالتي سؤال؟ لا خلاص هذا، شكرا لك. في سؤال من الاخت عايده، تفضلي يا عايده. مساء الخير ما دكتورة ريم، إحنا ريم الكمالي دائماً بنبسط أنا لما بشوفك، لما شفناكي شخصي حبيناكي أكثر. ببدأ بالأول بالشكر لدار النشر لرنا إدريس ولريم على إنه عملوا لنا نوفيلا. ما انتشرت لسه، ما نشرت الرواية لسه، ما انتشرت، بس أنا انبسطت إنه بدهم يعملوا لنا نوفيلا، إنه شجعت بدون رواية، إنه كتاب، إنه رواية، إنه قراءة قصيرة، روايات قصيرة. في نقطة معانا مثلكم. حلو. أنا جمال اللغة وجدت كثير اللغة جميلة، بس حسيتها مثل الضوء الساطع اللي مرات بخليكي ما تشوفي بالضبط الفكرة وراء الكتاب، يعني وراء الأشياء اللي أنت كنت ناوية تسلطي الضوء عليها، فكان الضوء قوي كثير، فأرجع أعيد أقرأ كمان مرة بعد ما أستمتع باللغة، أرجع أقرأ علشان أوصل للفكرة اللي أنت بدك إياها. من الأفكار اللي كتير حبيتها بالكتاب اللي هي غير عن الانتماء من أنا، هي كانت هاي حسيتها كتير قوية بالنسبة لإلي. بالنسبة للغة وكيف إنه جزع منها الإنجليز والفرنسيين جزعوا من اللغة العربية تبعنا، وهم يختارون استراتيجية التغيير بالتدريج في نصف قرن آتي بعد تساؤلاتهم من أين خرجت لنا هذه الأمة الأمة اللي تتكلم العربية. وهذه أنا حسيتها نقطة كتير كتير مهمة، إحنا كيف عمالنا أحفادنا وأولادنا لا يتقنوا لغتهم من السياسة الأجنبية اللي خايفة من لغتنا. هاي نقطة. السؤال بيجي على الرواية، أنت ليش حطيتي إنه روز كانت بالشارقة شعر قصير وبتلبس قصير، ويعني ليش اهتميتي وذكرتيها أكثر من مرة على شعرها القصير ولبسها القصير، مع إنه نعرف إنه هذا ما كانش الواقع؟ لا لا موجود. شو قصدك؟ موجود عايدة موجود، سليني أنا هذا موجود. أنت ما تعرفين. أنا يبقى أنا ما بعرف، بفكرت أنا إنه يعني لما أنا أجيت على الإمارات بالسبعينات كان الكل يعني بلبس هذا. لا لا. طب ليش كانت الشارجة كانت استعمار الإنجليزي مأثر؟ لا الشارجة كانت قبل يعني تغيروا وبعدين كان عندهم لبس قصير موجود هم أستاذة عايدة شكرا لك. وبعدين أنا مش دكتورة، أنا كاتبة فقط. أولا بالنسبة للغة، هو يعني أنا عندي مقتنعة يعني تماما بما أني أنا خط الأدب الروائي، رواية أدب، فهو
كيف تتطور اللغة أصلاً؟ مش معقول تتطور في الرسائل الموظفين في الشركات ولا في التواصل الاجتماعي، لا يعني اللغة تتطور عن طريق القصائد الشعرية، لغة جديدة يعني ابتكار، واللغة اللي هي لغة الروايات. اللغة البسيطة أنا ما مش ضدها، لكن كيف سنطور لغتنا إذا ما كتبنا يعني نلعب باللغة، عارفة الجملة يعني بدل ما أكتبها بشكلها المعروف بنفس المعنى أغيرها، هذا يعني أنا أعتبره جزء من أدبي يعني اللعب باللغة. وبعدين حتى السخرية، فن السخرية، أنا استخدمت لغتي في فن السخرية أكثر من الصورة المشهد يعني، هذا اللي أنا أقدر أقول عن روايتي يعني. طبعاً هو أنا دائماً أعتقد النقاد يعرفون أكثر مني، أنا أكتب وأمضي. بالنسبة للغة، هاي هي ما ذكرتي استراتيجية اللغة عند الأجانب إن التخلص من اللغة بدأت تتضح، وهي موجودة من أعتقد يعني من الستينيات شغلوا عليها أو من السبعينيات بإدخال المدارس الخاصة بكذا. وأنا من نقطة يعني لما تقرأين التاريخ تقدرين تستشرفين، تقدرين تتوقعين، وهذا واقع شوفي الآن. لكن أنا بعد عندي شك في أنهم يقدرون يتخلصون من هذا الموضوع يعني تماماً. هم في بعض الدول نجحوا، لكن في بعض الدول صعب حسب كثافة السكانية والأمور هاي، وهاي طرقتها لأنها هي عارفة، لأنه أنت كنتي ضمن إمبراطورية دولة اسمها العثمانية، وبعدين قبلها كنتي في الإمبراطورية العباسية تحمينا، وبعدين قبلها كنا ضمن الإمبراطورية الأموية، وفجأة وقبلها يعني الإسلامي، وقبلها شو كنا ما خلينا في هاي الإمبراطوريات. فجأة هم لما صار تفكك عثماني وصار في كل دولة تأخذ لها قسم، فهني شافوا إنه في شيء متعلق بهذه الدول اللي هي اللغة العربية، إنه من وين خرجت لنا هاي العربية، هي روحها إمبراطورية يعني كل من نحن كيف نتواصل مع بعض، حتى ثقافات مش منسجمة تماما لكن نتفاعل باللغة، يعني هاي إمبراطورية أسميها دولة لغوية. فهكذا أنا يمكن بغيت أعبر عن بالنسبة للملابس، نحن أتذكر الفئات المتعلمة كلها كانت تلبس القصير والشعر القصير، وفي منهم استمروا على هالمنوال، لو تعرفين مثلا دكتورة أمينة ذيبان، لو تعرفين ضبية خميس، لو تعرفين إذا تشوفين صورهم بالسبعينيات كلهم بهذا النمط. المتعلمات تحديداً أنا أتكلم، وخاصة في الشارقة ملابس المدرسة كانت قصيرة، ما كان يعني نفس اللي صار الموجة الإسلامية في التسعينيات لما دخلت وغيرت من الأشكال الملبس مالتنا، يمكن الناس ما تلاحظ، لكن في الإمارات يعني أنا أذكر وأنا مراهقة يعني أختي الكبيرة كانت تلبس عبايتها مختلفة تماماً عن عبايتنا الآن اللي هي على الرأس، وتشيل شل، شفتي الحارات المصرية هاي الشل، هذه كانت الملابس الملونة كانت بارزة والرقبة بارزة، يعني هذه الأمور ارجعي لها للمتحف الصوري إذا تقدرين أستاذة عايدة، راح تستشفين الموضوع. أتمنى أن أكون جاوبتك. شكرا ريم. في سؤال من الأخت غادة من كندا. غادة تفضلي. مساء الخير أجمعين، مرحبا أستاذة ريم. تمتعت جداً بقراءة يوميات روزا لأن حسيتها كتبت بقلم تلين أمامه اللغة، الأسلوب كان ناعم وهادر بنفس الوقت يحرك كل الحواس، المواضيع تعددت ما بين تاريخ وتراث لأزياء وعادات وأدب، حضور شاعر المعلقات امرؤ القيس، حب، فقد من ناحية فقد الأب، فقد سعيد لزوجته، فقد روزا لخطيبها، وسلطة لسلطة الجدة وسلطة العم. وبالرغم من أنه من قصر الصفحات، لكن كل هذه المواضيع حسيت أنها أخذت حقها. وأخيرا ذكر بغداد الحاضرة في الذاكرة، وإن الشعر العراقي نسب ممتد من أنهر بعيدة لا يكتب على ورق عادي، بوركتي وبورك قلمك. شكرا جزيلا على هالرواية النوفيلا العظيمة. شكرا. مشكورة يا غادة. في سؤال من عند فاتنة، تفضلي فاتنة. مساء الخير جميعا.
والكاتبة الرائعة ورنا وكل الحبايب. أعجبني كل صبية فيكم حكت كله إشي جميل جداً. أنا بدي أقول أجد ريم كتبت تفاصيل أرض بحر وحجر، مفردات الأنوثة بدءاً من الملابس بأنواعها أشكالها خيوطها صبغاتها تصميماتها إلى عطورها ودهونها وطيب روائحها إلى شعرها وأطواله ودلالاته إلى طفولة مدللة وحب شغوف إلى زواج تعس. أنت في نوفيلا ليس بالضرورة ريم الكمالي، ولكن سيدة أو سيدة من هناك لديها هاجس التاء الأنوثة حقوقها وحضورها. أعجبني وعلاقة روز القوية بزوجة عمها الحنونة المتفهمة أسرتني، وحتى بعد أن تغيرت عليها زوجة العم بعد وفاة الشقيق العريس، تعرفت على بعض المفاهيم والمعتقدات التي كانت سائدة أيامها، أخافتني كما بالتأكيد أخافت الناس صغاراً وكباراً. هل هذا يرجع لطبيعة الصحراء والبحر في المنطقة؟ نحن أنا من الأردن كان عندنا بعض من هذه المعتقدات، ولكن لقيت هذه مبالغ فيها. أشكرك. بدي بطريقة ودية لأتكلم إنه أعجبتني كل فقرة من 1 لـ 88، كل واحدة فيها ثراء وإثراء. أتفق مع صديقتي عايدة بإنه اللغة القوية المثلى في اللغة العربية المثلى مفرداتها واستعمالاتها، وأنا بعدت كتير من الاقتباسات، غمرت القصة، وكان فعلا بدنا نرجع لبعضها نقول عن ماذا تتكلمين. ولكن بقول لك قصة رائعة وأشكرك شكرا جزيلا، وأسمى الغالية شكرا، تفضلي. شكرا أستاذة فاتنة على تفسيرك وسؤالك وجمالك. بالنسبة للتأثير اللي أنت يمكن تأثرت فينا، زوجة عمها تغيرت عليها بسبب ما يجري في هذا البيت، يعني إطلاق النحس عليها يعني كلمة كبيرة، وأخوها شقيقها يعني توفى، يعني شقيقها اللي كان يتزوج والزوجات تموتن هي تزوجته وهو مات. انصدمت زوجة العم، انصدمت صدمة كبيرة، يعني شو هالنحاسة يعني. وبعدين هي ما زعلت تماماً إلا لما سخرت من قصة القمر أكل الحوت، استهزأت يعني، ولما كانوا يمارسون طقوسهم هذه البسيطة. بالنسبة لهذا قلتي لي هل هذا يعود إلى الصحراء؟ يعني أستاذة فاتنة، ما في دولة عربية ما فيها صحراء، عطيني دولة عربية ما فيها صحراء. يعني نحن كلنا من المغرب إلى العمان كلها دول في صحراوية بطبيعة الحال، والصحراء ثقافة. الصحراء يعني أنا لست صحراوية، أنا بنت جبل وبحر، لكن لما أخوض الصحراء أشوفها يعني ثقافة رائعة، خرجت منها لغة تحمل 13 مليون كلمة. الصحراء تأمل، الصحراء أخرجت يعني ما هو أعظم من، بس أنا دبي ليست صحراوية، العائلات الدبوية، الثقافة الدبوية ليست صحراوية، هي ثقافة حضر ساحل. لأن عندنا نحن مفهومين، يعني خلينا في الإمارات، في دولة الإمارات في 3 ثقافات، ثقافات مش ثقافة واحدة على مستوى الجغرافي، في ثقافة بدوية وفي ثقافة حضرية وفي ثقافة جبلية. كل ثقافة من هاي الثقافات لها أكلاتها، لها رقصاتها، لها ملابسها، لها حتى الأكسنت، اللهجة تختلف. فبالتالي أنا في دبي تحضر، مدينة متحضرة تعتبر، يعني لسان الخور هذا اللي توسع، وأصلاً لسان الخور هذا موجود من أكثر من 200 سنة، بس أنه التوسع هو اللي خلى دبي لما دخلت نطاق التجارة صار لها سمعة أكبر في المنطقة يعني. بس لسان الخور هذا والتجارة والإبحار هي قديمة جداً، يعني عائلات التجار في دبي ما نقدر نقول عنهم صحراويين. يعني الفطيم مثلاً هذا أبن عن جد تاجر من 150 سنة، بدأ من الفحم واللؤلؤ، راحوا على إلى أن وصلوا إلى المولات. يعني التجار أبن عن جد هنا، ولا تنسين موضوع اللؤلؤ، هاي كانت يعني روحها حضارة،
بإمكانياتها وبتفاصيلها. فثقافة الصحراء مختلفة، لكن في شيء اسمه العادات والتقاليد المشتركة بين هذه الثقافات الثلاثة، وإن تمازجت أو اختلفت أو شوية تغيرت بين نماذجها يعني. فأنا أشوف يعني أنا بنت الإمارات أشوف الحرية أكثر للمرأة أياميها في الستينات، أعتقد كانت في الجبال لأن المرأة تعمل بجانب الرجل كما لاحظت. البدوية أيضا كانت تعمل. الحضرية لا، الحضرية مدللة، تجلس في البيت، هناك ما يسمى بقصة العبودية اللي يبون الناس يعني يخدمونهم يشيلونهم على 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 الكراسي. يعني كانت وايد مسألة عند الأثرياء مختلفة، الأثرياء اللي أقصد اللي هم عائلات اللؤلؤية يعني، فما لها دعوة بالصحراء إنما بالتقاليد. ولا توجد في العالم أسرة أو مجتمعات بلا تقاليد، حتى أوروبا يعني عظيمة في تقاليدها. هاي أحاسيس، هاي مشاعر، أنا أختلف معك مو معناته إني أنا من بيئة معينة، لا، هاي ثقافات تتراكم، شجون إنسان ما لها دعوة. تحياتي لك. مرحبا يا سعدي. مساء الخير. مساء الخير جميعا. أنت أول يعني وحدة خلصتي الرواية، يعني أنت من زمان مخلصة الرواية. أنا من المعجبات جدا في كتابتك وفي رواياتك. روايتك هذه الرواية، أنه الرواية القصيرة خلينا نقول حتى ما نقول نوفيلا، صفحة 39 بتقولي: العراقيون أجمل العشاق يا هند، شعراؤهم يعشقون بحزن عذب وسكون عثروا عليه حتى سكنهم إلى الأبد. أنا قريتها لزوجي، زوجي عراقي، متزوجة من عراقي، ونضحك يقول لي: سأليها لريم هل تحب العراقيين أو لا فقط الشعراء العراقيين. وشكرا لك. بخصوص الأستاذة سعدية، أنا أيضا أحبك وأحب هذه الضبي، وكلكم السيدات الفاضلات في الصالون يعني رائعات. بالنسبة لأجمل العشاق العراقيين، أنا مررت ب يعني عندي جزء خاص في مكتبتي للشعر، القصائد الشعرية. أنا وايد أقرأ شعر، حتى أنني قبل أن أكتب الرواية يجب أن أقرأ شعر. الشعر يعني عندي مثل الآيات، يعني هي القرآن والشعر، أنا دائما أنهل منهم. فلاحظت أن الشعر العراقي مختلف، يعني هذه البصرة اللي على الشط العرب على الخليج، يعني لو ترجعون لتاريخها أنجبت يعني نجباء الشعر، أيضا بغداد والموصل. لكن الشعر العراقي فيه حسية يعني عميقة، كنت وايد أتأثر يعني فيها، يعني ما أدري، أحس أن العراقيين يشبهون نهرهم، نهر لما يفيض يغضب ولما يكون، فهو نفس الشيء حتى في أنفاس شعره. فعشاق، أنا أعتبرهم عشاق، ما أجملهم هؤلاء العراقيون. يعني دائما أقول يعني كل العالم العربي جميل، بس الشعر العراقي أنا يعني حسيت إنه جدا قريب من قلبي. وأيضا المعلقات، أحب المعلقات جدا. أتمنى أن أكون جاوبتك أستاذة سعدية. شكرا يا ريم. شكرا جزيلا. الأفرة والعراق. تفضلي الدكتورة هنا، تفضلي. مساء الخير. أهلا ريم، سعيدة بلقائك مرة أخرى. ريم، قلتي في البداية طبعا اللغة جميلة جدا، ونهاية الرواية يعني عندما صحت من النوم، أنا هذا الشيء أسعدني أيضا، لأنه حسيت أنه فعلا أنه هذه الفتاة سوف تنتصر. وحسك ككاتبة بالنساء والانتصار للنساء واضح جدا وأعجبني كثيرا. لن أكرر ما يعني ما قيل، ولكن قلتي في بداية مداخلتك أنه كثير من الروائيات النساء يكتبن لكي يرضى عنهن الرجال أو الرجل، لماذا يعني كيف؟ أنا أحب أن أعرف كيف، لأن يعني أنا أقرأ لنساء كثيرات روائيات،
فأحب أن أعرف كيف إنهم يكتبون كي يرضى عنهم الرجل. يعني هو مثل التحدي. شكرا أستاذ دكتورة هنا على سؤالك. هو أنا أشعر مثل التحدي يعني عند المرأة تكتب قضايا كبيرة على أساس يعني إنه هو يكون يقول واو فكرها فكر رجال. يعني أنا هكذا أشعر، أنا مش ناقدة ولا متأكدة، بس هكذا أشعر لما أقرأ للمرأة عندما يعني أنت مثلا لو قرأتي لي تمثال دلمة، إذا لم يكن هناك اسم على يعني على كتابي ريم ستقولين أنه رجل أعتقد، صح؟ يعني ما حد يقدر يعرف أنها الكتابة النسوية. غير الكتابة النسوية أنا أعبر عن ما بي بكل أريحية وصدق يعني، وهذا مخيف للمرأة العربية، تخاف من الهجوم المجتمع يعني سواء على مستوى التعبير الديني، التعبير الاجتماعي، التعبير التقليدي، الحسي. صعب صعب جدا. لذا ما نقدر نقول الروايات النسوية يعني كل هاي المرأة تكتب، لكن هل هي تكتب نسوية؟ هذا أنا ما شعرت من خلال قراءتي لهم. يعني يمكن في الإمارات، ما أدري إذا أنتم كصالون ناقشتوا هالرواية، رواية عشبة لسلمى مطر، أعتقدها أن هاي نسوية. أي هاي نسوية أنا باعتقادي، البقية لا. هكذا أنا أشعر يعني، يمكن أكون مخطئة ما أعرف. يعني عفوا كيف نسوية؟ ممكن تذكرين العناصر اللي تتعالج أنه تقولين هاي الرواية نسوية إذا ممكن؟ ذكرت لك أنه التعبير عن النفس، عن الذات يعني خلال الحكاية طبعا، خلال السرد والشخصيات، أنه هي تعبر عن نفسها كامرأة حقيقية، يعني ما تحاول تخلق صورة أخرى. عفوا قصدك أنه تأخذ حريتها في الكتابة وتعبر كما تشاء؟ لأن الحرية، لما أقول حريتها في الكتابة، الناس يأخذون بمأخذ مغلوط. يعني أكيد لازم أكون حرة أثناء الكتابة وأنا أعبر عن مشاعري وأنا أعبر عن كينونتي في هذا المجتمع. أنا درجة أولى أم درجة ثانية؟ خلينا نكون واقعيين، أنا بنت جيل ماخذ حقوقي بالكامل، لكن أنا أتكلم بشكل عام، أدخل في كل امرأة في هذه المجتمعات العربية. أنت حضرتك أستاذة في الجامعة، لا نحكم على أنفسنا نحن كمجتمع متعلم ولديه الحقوق الكاملة. هناك سيدات يعني إذا عبروا عن نفسهم ما حد راح يتقبل هالكلام، فمضطرة المرأة تكتب بطريقة اللي هي المعروفة، عارفة يعني. أنه أنا مش ناقدة لأذكر بس أنا أتكلم عن أنه هي نسوية، عن نفسها، عن مشاعرها، عن حقوقها، عن حقوقها. أعتقد روزا تكلمت في موضوع الاتحاد عن هالقصة، يعني حطت جانب شهادتها بشهادتين كذا. أنا ما أخوض مسائل دينية، أنا بنت أسرة دينية في النهاية، لكن هل تستطيعين خوض هذه المسائل؟ يعني إلى الآن المرأة التونسية تهاجم لأنها تأخذ إرثها بالنص، لا يطلقها زوجها إلا بعد محكمة ومن الطرفين. يعني هاي الحقوق غائبة. يعني أنت كامرأة مدى يعني وجودك في هالمجتمع، هل أنت فعلا في المقدمة؟ لا أكيد. خلاص. بس ريم، سادة ريم، في كثير رجال تكلموا بلسان امرأة والمرأة كتبت بلسان رجل. أعتقد هو حسب أي كاتب. أنا ضد الجندر، يعني في حد من الكتاب يعني عنده قضية ويقدر يتقمص شخصية المرأة والمرأة تقمص شخصية الرجل، ويبدعون الاثنين، يبدعون في هالأحاسيس والمشاعر. يعني ممكن هي الكاتب يتحرر من الجندر ماله ويقدر يعبر. ممكن 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 يعني أقدر نقول دكتور أستاذة رنا، ممكن تدخلين أنت بهالنقاش، يعني هل المرأة تعبر عن نفسها أو الرجل يعبر عن نفسه، أو أن كل واحد ممكن يتبادلون الأدوار ويعبرون عن الشخص؟ أعطوني كتاب نسوي حقيقي عنوان. رين، عندنا دار نشر كامل. تفضلي يا أستاذة رنا. في حد؟ طبعا فينا نفكر بعلوية صبح كتاباتها، او بحنان الشيخ، او طبعا يعني رئيستنا نوال السعداوي. هدول اكيد في كتابة قوية بالنسوية، نظرة النسوية. لا يعني شوفي، هي مش لغة، هي موقف.
أكثر شيء يعني بعيد المسألة. بس طبعا في كاتبات مشوا مع فكرة أنه هي ليست أفكار فقط، إنما هي لغة مستخدمة، لأنه نحن لما عم نستخدم كتابة روائية مثلا، واللي بدأوا الرواية رجال، فنحن نستعمل حتى لو بدنا نحكي عن قضايانا النسوية نستعمل لغة ذكورية. أحسنتي. فهيدي المسألة. إنما ممكن امرأة تستعمل اللغة الذكورية، ممكن الرجل يستعمل لغة نسوية ككاتب يعني. بس هاي نقطة كتير كتير مهمة يعني، لازم نركز عليها. صح، كل ما ذكرتيه صحيح، لكن يعني قليل الأسماء اللي ذكرتيها، قليلة جدا يعني. معاك أنا نوال السعداوي، احترامي لها، وحنان الشيخ وكلهم، لكن البقية نحن وايد عندنا أسماء، فهي قليلة جدا يعني. صح، هو حسب، أنا أقول مثل ما قالت الأستاذة رنا يعني، هو موقف كل واحد حسب شيء يقدر يعبر عنه. بس أنت عبرتي جميل في روايتك يعني صراحة يعني. وبعدين مو بالله هي رواية يعني، أنا يعجبني التأمل اللي فيه يعني. أنت خطي بقضية التأمل، خطي بقضية الفلسفة، التناقضات الموجودة في الرواية يعني، بين الخير والشر والضحك والحزن، النحس والحظ يعني. أنت بعد خطي التناقضات وتحاولتي تدخلينها بتعابير الرواية يعني، في كل مقطع تحسين في عجبني الربط بين القلم والخياطة يعني. قدرت لكل واحد يغزل، هي تغزل الأفكار والأحلام، وهي تغزل النسيج والخياطة يعني. دخلت بقضايا كثير جميلة يعني، مثل واحد يعني صدى شيء وصدى يعني. حبيت الأفكار هاي الموجودة بالنوفيلا صراحة، تخلي الواحد يفكر تفاصيل، تخلي الواحد يفكر. وبعدين حبيت الجمل القصيرة والمركزة والسريعة، تخلي الواحد ما ممكن ما تفكرين فيها يعني. في بعض الروايات تقرينها وتمشين منها وتخلصينها. أنا من قريتها وقلت لك اليوم رجعت قريتها مرة ثانية، كنت وايد مبسوطة. لأني مبسوطة كنت أستمتع بكل فقرة. الرياح يعني، هذا روحها موضوع عن الرياح وأنواع الرياح ومع النفسية وارتباطها بالنفسية، هذا نفسه علم يعني. أنت حطيتي يعني مو بس إنه يعني رواية، إنه يعني هو مو مفروض يكون طبعاً روائي إنه هو يعني يكتب مجال علمي ولا يعبر، بس أنت ممكن الواحد يأخذ كل هالمعلومات يعني. أنت أرختي يعني أرختي لمنطقة الإمارات ودبي بالذات، ومنطقة محددة، أرختي بعض التفاصيل في حياتهم اليومية. أنا أتصور مع الأجيال الجاية ما يعرفونها، اللغة اللي استعملتيها، اللهجة العامية اللي استخدمتيها، وظفتيها بطريقة جميلة يعني. حسيت إنه يعني ممكن دخلتيها بطريقة إنه يعني إعادة إحيائها يعني. مع نحن مع كلامنا اليوم نسينا بعض المرات يعني، بعض الألفاظ العامية مالتنا. حبيت اللي حطيتي، نحن صح إمارات متصالحة، بس كل إمارة لها خصوصيتها، وهذا في ناس كثير ما يعرفونها يعني. هذا وايد حلو يعني، منطقة الحمراء تفكيرهم غير، والخان غير، ودبي والشندقة وبر دبي بعد مختلف يعني. حتى بين الشندقة وبر دبي كان في أفكار جداً اختلاف. اختلاف يعني. وهذا يعني أتصور أنت يعني جبتيه بطريقة رواية. أنا يعني أي واحد يبغي يعرف عن منطقة الإمارات أو الخليج، إذا قرأ هالرواية يمكن يأخذ فكرة كيف يفكرون. إحنا كثير من الناس ظلمونا، اللي كتبوا عنا اللي كتب عنا من غير منا، سمونا قرية صغيرة، واللي سمانا مالنا يعني ما عندنا دولة، واللي يعني وكنا نحن شاهدين وزعلانين على اللي كتب. انت انصفتي في ناس لهم تاريخ ولهم مجتمع وعايشين ولهم احسان ولهم افراح ولهم تقاليد ولهم افكار يعني. مثقفين يقرون القران، حافظين الشعر، المتنبي حاضر بينهم، الكل موجود. ذكرتي مهم جدا. واللي عجبني مذكرات اللي كتبتي لما رمتها في البحر، سميتيه البرزنجي، هذا هي مال مولد الرسول يعني. بعد حطيتي يعني جميل، خليتيني اروح ارجع ادور شو هالكتاب يعني. موجود مذكرات تخبى وما حد يكتب، ما حد يشوفها يعني. هاي موجوده من بين المرأة يعني، كانت ما تعبر، ما عندها شيء تعبر عنه غير الكتابه. وكانت تكتب، المرأة تكتب عندنا، تكتب يعني. في نساء كثير كتبوا وتحدوا المجتمع بالشعر وبالغزل
بس كرواية ما كان يعني قليل جدا يعني. أنصفتي أنت في هالناحية، أنصفتي يمكن في ناس ما بيعجبهم ببعض الأشياء اللي سلبية الموجودة، بس هذا واقع ما نقدر نهرب منه يعني، موجود مجتمع في الخير وفي الشر. يعني حلو الأشياء التعبير اللي حطيتي، وحطيتي حتى يعني كيف تأثير الأجنبي عندنا في البلد يعني. مستعمر، مستعمر ما بيكون بيعطينا كل شيء، بيفرش لنا ورد يعني 100% بيكون على حساب المجتمع وأهله وسكان البلد يعني. أتصور يعني لو كانت رواية صغيرة بس عميقة وصلت يعني، يعني أنا كإماراتية وصلت لي يعني. شكرا جزيلا أسماء، شكرا جزيلا. ترى سميرة عندك مداخلة؟ لا ما ننساكي سميرة، تفضلي. مساء الخير جميعا، مرحب بالكاتبة ريم كمالي ورانا وصبية الملتقى. ريم، بشوف ريم كاتبة تكتب لتفتح أفاق على عوالم أخرى، تزيد دائما هي شيئا إلى الفكر الروائي. روايتها ممتعة في تحويلاتها، في تفسيرها، في وصفها، لغة جميلة عجبتني. والمرأة في نظر ريم الكمالي أنثى بمعنى الكلمة، أنثى زي ما قالت نادية، قالت مشتعلة صح. فروز بطلة الرواية امرأة متمردة وثائرة بقلمها، لأنها مقهورة مش قادرة تعمل شيء، لأنها كانت كمان تعيش في حضن أب حنون وجد شاعر، كانوا يعاملونها بوصفها كائن أنثوي مستقل، ولكن التقاليد كانت دائما واقفة أمامها. فرواية يعني استمتعت فيها كثير. والخاتمة الرواية أوكي صح، ممكن الكل أعطتنا يلا كف اصحوا راهو حلم، اصحوا شوية، بس ليلى ما نحلم، why not نعيش حلم جميل. فأنا كمان متعاطفة مع روزا، وشكرا على الرواية وكل كل التوفيق. شكرا صبي. في مداخلة من روضة، تفضلي روضة المنصوري تفضلي. هاي أصغر عضو عندنا في الملتقى، بنشوف رأيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب فيك أستاذة ريم. وأنا خبرت قبل يمكن الكل يعرف أن أنا من المعجبين جدا بكتاباتك، دائما مؤثرة ودائما رائعة، ففخورة يعني بكاتبة إماراتية بهذا المستوى يعني. أول شيء بس كنت أبرمس عن الموضوع اللي أنا أوافق جدا أن موضوع النسوية فعلا جدا قليل من ناحية كاتبات يتكلمون عن نسوي يعني عن شخصيات نسوية بشكل منطقي وبشكل يعني صحيح، إن يعني مش وايد ما زال، حتى بعض الكاتبات أنفسهم يكتبون بشكل ذكوري أكثر عما يكتبون بشكل نسوي. فأتمنى إن النوع من الكتابات تزيد، لأنها تساعد في رفع الوعي بالنسوية وحقيقة النسوية. في شيء ثاني كنت أقول، عشان ذكرت المذكرات وإن ما تبى حد يطلع عليها وما إلى ذلك لأنه عيب وما تقدر وشي، فهذا ورقني الوقت إن هل الفترة اللي انكتبت فيها رواية في الستينات، فكان ممنوع أو كانوا يخافون أو كانوا مش وايد يعني ماخذ حقها يعني الحرمة. أنا على ما أذكر أمي يعني، الحين بضرب مثال عن الوالدة، فهي تقول لي على أيام شبابها يعني يوم كانت صغيرة، الوالدة كبيرة في العمر في الستينات تقريبا، تقول لي أمي شاعرة، فتقول لي يعني تعد علي يعني قصائد اللي هي الغزل، وكانت أشياء منها يعني كانت تقول كنا نتحاور نحن والجميع يعني، وكان وايد أوبن يعني ما فينا يعني الجماعة يعني كلهم يعني يعرفون بعض الحريم والريايل، وكانوا يتراسلون بالشعر وما إلى ذلك، كان موجود هذا الشيء. لكن أمي نفسها اللي كانت بهالطريقة في بداية يعني أيام كان عمري 20 سنة كنت أكتب شعر، كانت بدايتي كنت أكتب شعر وكان مش وايد لينات، فمرة بس كنت أخاف، كنت أقطعهم، كنت أحرقهم، كنت أخاف أن حد يشوفهم، فمرة جرأت وقريت للوالدة وكان شعر غزل،
ففاجأتني ردة فعلها إنه عيب فضيحة، شو بيقولون أنت تتغزلين في منو وما إلى ذلك. فهل أنت تحسين إن الحرية للنساء والتعبير عن المشاعر، وهل إنها في صعود ونزول وصعود ونزول، أو شو رأيك؟ هو كانوا يخافون، يعني يخافون من العادات الاجتماعية لا تقبل معي. العادات الاجتماعية لم تكن تقبل الحب يعني بين الأسر، يعني هاي حتى كانت في عادة بأنه إذا اكتشفوا أنه حبت واحدة ابن عمها، يعني هي بنت عمها، إذا اكتشفوا أنه حبوا بعض ما يزوجونهم أصلا. هذا من ضمن تقاليدنا، لو ترجعين للوالدة أو الجدة رح تقول لك. الحب العذري موجود في جزيرة العرب من زمان، لكن بعد يعني أنتم تقرون يعني القصيدة، لكن تعالوا شوفوا القصة، مأساة. يعني هو مش طريق مفروش، يعني حتى اليوم يعني مش مسموح البنت تقول أنا بروح أشوف لي واحد أحبه، يعني ما صعبة هاي، يعني حتى في الدول العربية الثانية ما أعتقد يعني أنه هو متوفر، يعني بهاي الحرية مش متوفرة. مثل ما ذكرتي روضة، تقولين شعر لمنو، تكتبين شو تكتبين، يعني هذا سؤال دارج بين الأسر كانت يعني زمان. سؤالك كان شو عن المذكرات لما تقطعها، هاي يمكن احنا نسيناها روضة، يعني الناس بدأوا يتناسون مع التواصل الاجتماعي والانفتاح ينسون وايد تفاصيل تناست. انا بذلت مجهود كبير عشان اخوض هالتفاصيل، مش كذاكرة يعني، مش عفوا ك يعني أعيد إلى المسمع كيف كنا، هاي مهمة ترى أني أنا أعرف كيف كانوا عايشين وكيف، هاي تفاصيل مهمة للبقاء. يعني تصرفات الأبناء اليوم هل هي تشبه تصرفات، تشبه لكن بطريقة مختلفة. نحن يعني أحس أن ما تخلصنا من أنا ما أنادي بشيء على فكرة، أنا لست من النوع الثائر التي تخرج إلى مظاهرات وحقوق المرأة، مش من هالنوع أبدا. أنا عندي هذا القلم أعبر فيه، وإنسانة ماخذة حقوقي مثل ما ذكرت، أسرتي ما عندي إشكالية، لكن أنا أشعر بالآخرين، أشعر بمن مضوا، دائما أقول من يعبر عنهم، أشعر شعور، مجرد شعور. من ناحية ثانية الأستاذة سميرة اللي ذكرت، أنا دائما أستاذة أسماء لما علقتي في شيء بقول لكم، أنا أثناء الكتابة لازم أقول، أثناء الكتابة ما نسيت أبدا أني أنا ابنة الرياح والنجوم، أنا حضارتي رياح ونجوم، ابن ماجد صنع لنا حضارة من الرياح والنجوم. الرياح لها أسماء عندنا، يعني اليوم شمال باشر كذا، الغيمة هاي الغيمة من الريح الكذا، راح تسقط مطر، راح هاي حضارة السواحل والخليج، الخلجان هاي حضارتها، مش بناء، لغة، طبيعة، نجوم، الغيمة بهالشكل معناته كذا، وهذا حقيقي. يعني تنبؤات الطبيعة هاي نحن نسيناها، احنا محكورين في البيوت الحين، بس دائما لا تنسون ان انتم ابناء النجوم والرياح. مشكورة يا عمري. في مداخلة من نادية، طولنا عليكم سامحونا نادية. نادية طرابيشي، نادية انت عندك مداخلة ولا نادية احد غير؟ مرحبا. لا انا ريم الكمالي، فعلا اشكرك بدايه على هالكم من المفردات المحليه، ساقول الجديده علي، يعني انواع القماش واسماء الكندورات والزخرفه، انواع البراقع واللؤلؤ والريح. الريح ذكرتي هلا عن حضرتك عم تتكلمي عن الريح، صفحه 4 قلتي الريح النكباء، فانا اضطريت اطلع ارجع للمعجم، طلعت انه هي ريح انحرفت ووقعت بين ريحي الصبا والشمال. يعني هي بالنسبة للمفردات. وصلني الألم والقهر في أمور كثيرة في الرواية ريم، يعني مثلا لما بتقولي أنه أسماء الرجال مكتوبين، أسماء رجال العائلة مكتوبين على الشجرة، أين ذهبت الجدات والمرأة نصف المجتمع، لما بتقول أنا حرمة والتوثيق مهمة الرجال. وصلني أيضا فكرة سطوة الإنجليز عن طريق شركة الهند الشرقية المحتلة تجار لندن، وفكرة النهضة العربية. وصلني شعرت كثير بالحسرة عن اندثار المباني القديمة بزخارفها واحتلال الحديث، صفحة 62 قلتي حل مكانها أبنية خالية من عبقريات التشكيل.
وأسمى من شوي قالت أنه الأجيال القادمة ستفتقد هذه المعلومات والمسميات اللي أنت استخدمتيها في روايتك أو في النوفيلا أو whatever مسمى. أدخلتي التاريخ المحلي بقوة بهالسطور الأقل من 80 ريم، هل ممكن نحن نصنفها رواية تاريخية أو تراثية نحافظ فيها على تراث المنطقة أو تراث البلد؟ وشكراً. شكراً لك أستاذة، شكراً لما ذكرتي، بس أنا ما أقدر أعتبر أنها رواية تاريخية ولا تراثية، أنا أعتبرها أنا عبر عن امرأة، عن بنت مقهورة. يعني أنا هذا أساس الفكرة، الهيكل الرواية أساسها فتاة تكتب ولا تستطيع أن تعبر أمام العالم، تعبر لنفسها لترمي لتشفى. ما ذكرتي هاي فنيات، دائماً الروائي يستند على فنيات، على تفاصيل. يعني أنا أمضي بالحكاية وأتحدث عن ما حولي، وهذا ما كان حولي. شركة الهند الشرقية على فكرة من الشركات اللي ضيعت مستقبل أجيال في الخليج، وأنا قلت لابد أني أضعها، لأنه هذا الخليج يعني من 3000 سنة اللي قال تجارها بنفس الطريقة والحركة، خليج تجاري هو معروف. حين أتى البرتغاليون أسسوا، مش الإنجليز، البرتغال أسسوا هذه الشركة، وعندما طرد الإنجليز البرتغاليين من المنطقة حوالي 1660 أو 65، يعني بقوا البرتغاليين حوالي 100 قرن ونصف، أتوا الإنجليز بنفس فكرة. يعني هي هم الإنجليز هاي مش مبتكرة من عندهم، هاي أخذوها من البرتغاليين. شركة الهند الشرقية مش مثل أي شركة نحن نسمع عنها، شركة الهند الشرقية لها جنود، لها آلاف مجندة، يعني يشتغلون على أساس الوكلاء، يخلقون وكيل إنجليزي. أنت جد سمعتي من 300 سنة في تاجر إنجليزي أو من 400 سنة؟ لا، صار في تاجر إنجليزي بسبب هذه الشركة اللي لها فروع في الهند، في الخليج، كانت في بندر عباس انتقلت للبصرة حسب ترضيات المدن يعني والمناطق اللي فيها. فهاي الشركة فيها جنود مجندة، وكلاء أدخلوا علينا كل البضائع من الهند اللي نحن كنا نجيبها من الهند ولناخذها نستورد ونشتغل عليها، خلاص أنتم مالكم وجود، نحن راح نجيبها ونبيعها عليكم. فسقطت يعني أسماء من التجار، سقطوا كلهم، أفلسوا. أنا ما أتكلم عن 50 سنة، هذا الموضوع من ألف، يعني من دخول البرتغال ثم الإنجليز أثروا هذا الموضوع، والسكوتلنديين كانوا ماسكين هذه الشركة بقسوة شديدة بصراحة. هاي المفروض ما تنسى، يعني إنه أثرياء الأثرياء أفلسوا في البحر، أبناء أصحاب المحامل والسفن بسبب هذه الشركة. وما نحن، أنا ليش كتبت عنها؟ لأنه استشرفي الآن، هل لنا بضائعنا نحن في أسواقنا العربية؟ ما عندنا شيء، نحن كله مستورد، بل نفخر بهذه المستوردات، يبيعون علينا بضائعهم، يعني هاي طبيعي. فيما سبق كنا مختلفين قبل تأسيس هذه شركة الهند الشرقية. فيعني ما أقدر أعتبرها تاريخية، لكن أنا أذكر من خلال يوميات روزا بما جرى، وهي يعني يعتبر مثل ما قلت لك فنياتي، أنا أستخدم أدوات لأقول ما في بالي. يعني ريم الكمالي تقول: تتنهد الحياة أزمتها كل حين، زمن كسول يرافقه زمن جبان، وأحيانا زمن بلا معنى، إلى زمن بلا مروة ليمتد خائرا ومترددا ما بينه وبين، فيحتار الناس في زمنهم بين جمود وحراك، ولا يأتي ذلك الزمن الشجاع، ويبقى الانتظار فعل أولئك الخائبين والحمقى، أولئك المعطلون للكون بكامله بأكمله، حتى يأتي الزمن الشجاع على يد مجدد بشري، لتبارك الزمن وتستقيم الحياة كاستقامة هذا النور الآتي من برج الهواء المنساب فوقي والمنثال على فراشي، مستيقظة بين وهمي وقلبي على حلم الزمن، فلولا هذا الشعاع المنسكب لأصبت بنسيان أمر ملابسي العصرية التي استولى عليها، لتساءل بعد الاستيلاء لما يا ترى أسمى ذلك المصمم الفرنسي ثوب المرأة. يعني صراحة ما في أجمل من تعابيرك وكلماتك، لو بقرأ كل فصل وكل هذا يمكن ما بخلص، لأن بتكون عندنا سهرة يعني لآخر الليل نحن نتغزل بأسلوبك وكلامك. شكرا ريم
على تحت الفرصة لنا، مشكورة أنك أثقتي في صالون الملتقى أنه ممكن يقرأ رواية لسه لم تنشر ولا يأخذها نشر ولا هذا، غامرتي مغامرة في بين أيدي قرائك، وإن شاء الله أن كنا أنصفنا الرواية اللي إن شاء الله يكون لها مستقبل باهر وتكون مثل ما الغريب لألبير كامو ومزرعة الحيوان مزرعة الحيوان لجورج أورويل، ولا مثل رواية الشيخ والبحر لهامنغوي، ولا تكون مثل الروايات اللي كانت بنفس مستوى النوفيلا وحصلت وعاشت وما زالت في ذاكرة الجميع وما زالت عائشة في ذاكرتنا وما زلنا نقراها. يعني ما أتصور أن نوفيلا روز بتكون أقل مستوى من الروايات اللي قريناها، يعني اللي مرت في تاريخ أو مسخ لكافكا. أنتي أجدتي النوفيلا وأجدتي الفكرة اللي أنتي تحبي توصلها وصلت لعقلنا وقلوبنا. أنا بالنسبة لي بامتياز، أشكرك وأشكر قلمك الجميل وأشكر عقلك الجميل وأشكر كل الثقافة اللي حطيتيها، العلم والإخلاص في الكتابة. مشكورة يا ريم، وأقل من الواجب أن استاهلين كل خير إن شاء الله، وإن شاء الله يكون نشهد الرواية ونكون نحن من الناس اللي يكون موجودين إن شاء الله يوم توقيع الرواية إن شاء الله بإذن الله. مشكورة يا شكراً ريم. شكراً جزيلاً أستاذة أسماء، أنت والحضور وسيدات الملتقى الجميلات كلكم شكراً على ما خطوا معي، وأنا بالعكس يعني تقبلت كل كلمة ذكرتوها لي، ويعني سعيدة بأنها أمتعتكم وأعجبتكم بغض النظر عن بعض التفاصيل اللي ما أعجبت الباقي، فلا بأس. شكرا، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. لا مشكورة، وشكرا لحضورنا الخوات وحضورهم اليوم معانا، شرفونا وسعدنا بحضورهم، وإن شاء الله ما كنا قدروا أن يستمتعون معانا. هم ما قرأوا الرواية لأن بحكم أن الرواية يعني محدودة، إن شاء الله يقرونها لما تصدر الرواية بإذن الله. مشكورة يا ريم، ما قصرت. شكرا جزيلا، تحياتي لكم. يا مرحبا فيكم.